طب نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن، الف مبروك لحضرتك ضيفك كرام كل جمهورنا ده في كل مكان، الصعود لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا والموضوع يعني قدما في المشوار الحفاظ على اللقب والاحتفاظ به العام التاسع التوالي والنجم ال 12 باذن الله. عقب المباراه معنا كابتن سامي قمصان مدرب عام فريق النادي الاهلي، الف مبروك الفوز النهارده. اعتقد استفدتوا من المباراه مش بس بالمكسب ولكن كمان بعده اهداف اعتقد كنتوا حريصين النهارده عليها، من ضمنها اشراك عدد كبير جدا من اللاعبين. طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوفه، زي ما انت قلت الحمد لله مكاسب كبيره جدا النهارده، سواء بقى على اهم حاجه بالنسبه لنا اللي هو ان انت تتاهل دور المجموعات، ودي حاجه الحمد لله متكرره واعتقد من اكتر فرق في افريقيا اللي وصلت دور المجموعات. زي ما انت قلت برضو اشراك عدد كتير من اللعيبه النهارده وروتيشن اللي حصل، حاولنا نقرب اللعيبه، الثقه الحمد لله اللي اللعيبه بتادي بيها والاستمراريه الحمد لله اللي هم بينفذوها، فاعتقد الحمد لله بدايه كويسه مطمئنه ان شاء الله تساعدنا الفتره الجايه بقى سواء على مستوى البطولات المحليه او البطولات الافريقيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن سامي يعني ضغط مستمر وبطولات متعدده زي ما حضرتك قلت، خاصه شهر اكتوبر هيبقى صعب جدا، بتلعب دوري وكاس وكمان دوري افريقي، الفتره الجايه هتساعده ازاي وهتشتغل عليها ازاي؟ يمكن دي من الحاجات اللي خلت الراجل يعمل روتيشن، عشان يبقى طبعا عندنا عدد كبير او عدد متاح من اللعيبه تقدر زي ما انت قلت تشارك في ضغط المباريات، زي ما انت قلت عندنا دوري عندنا كاس عندنا سوبر ليج، فاعتقد الحمد لله يمكن اللعيبه النهارده بتثبت ان كله عاوز يشارك كله عاوز يبقى ليه دور، واعتقد ان دي بتعود يعني على الفرقه بشكل ايجابي، وان شاء الله الراجل يقدر يستثمرها ونقدر ان شاء الله نخرج افضل حاجه منهم، وعشان البطوله بقى ان شاء الله نحقق البطولات اللي هي المختلفه زي ما حققنا السنه اللي فاتت الحمد لله البطولات اللي كلنا شاركنا فيها، يعني ان شاء الله نامل ان شاء الله السنه دي نكررها ان شاء الله بقى مع زياده بطوله السوبر ليج اللي احنا بنشارك فيها. كابتن سامي على طول سمة المعسكرات او حتى الاعداد للمباريات بقى في اجتماعات الجهاز الفني مع بعض وكمان مع اللاعبين، يعني ابرز الكلام اللي بتقولوه للاعبين في خلال هذه الفتره؟ يعني ده طبيعي يعني ان انت بتحاول تستغل المعسكرات وتحاول تستغل المباريات اللي انت تتكلم مع اللعيبه، خصوصا ان في لعيبه جديده مهم جدا ان هم يعرفوا احنا بنلعب ازاي، طريقه لعبنا ازاي، واسلوبنا ازاي، اسلوب الراجل بيفكر ازاي، الروتيشن اللي بيعمله لازم يكون كله عنده مبروك حبيبي. فزي ما انت قلت زي ما بقول لك يعني مهم جدا يعني بيبقى المعسكرات دي وسيله كويسه ودافع كويس ان اللعيبه تخش يبقى في انسجام ويبقى في حاجه ايجابيه لكل الفرقه. يعني كلمه لجمهور النادي الاهلي النهارده لاحسن استقبال كل اللاعبين النهارده والجهاز الفني كله. طبعا بشكره كالعاده يعني، واتمنى ان شاء الله اكون اكتر واكتر، لان كل الجمهور بيبقى موجود بيدينا قوه ويدينا دوافع دايما ان احنا نحقق انتصارات. اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون في اعداد اكتر وان شاء الله اقدر نساعدهم ونقدر نحقق لهم البطولات اللي هم بيحلموا بيها ان شاء الله. شكرا كابتن سامي، اتمنى لكم دايما التوفيق باذن الله. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع كابتن سامي قمصان مدرب عام لفريق النادي الاهلي، مستمرين وتخطيطنا لمباراه الاهلي وسان جورج. كمل حضرتك اتفضل.